قيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي إنها مسؤوليتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أمة مليار مسلم فضلنا الله تعالى عن سائر الأمم بهذا الدين، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من الله تعالى علينا بالإسلام والإيمان، نعمة عظيمة. بس سؤال، أمة مليار مسلم في العالم منتشرين، أكثر من مليار مسلم في العالم منتشرين، عندنا صلوات في اليوم والليلة خمس، وعندنا قيام ليل، وعندنا صلاة ضحى، وعندنا صيام، وعندنا زكاة، عندنا صدقة، عبادات في اليوم والليلة. سؤال واحد بس للعالم كله، وين أثر عبادتنا في العالم كله؟ أثر في أخلاقنا، أثر في سلوكنا مع أقرب الناس لنا، مع أهالينا، مع أنفسنا، بل مع الله عز وجل. العبادة لها أثر، وضوءك لها أثر، صدقتك لها أثر. إذا العبادة ما أثرت في نفسك في نقص، في خلل عظيم جدا. لأن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن حرف توكيد. تصلي وتصوم تغش ما يصير، ما يستوي شيء هذا. تصلي وتصوم وتقع في حرام، وين أثر الصلاة؟ تصلي وتصوم وتغش بالامتحانات وتأخذ شهادة تزوير وغش، مصيبة. مدرسين يدرسون عيالنا أو عاشوا معنا، يمكن رأينا بعضهم استغرب كيف، يعني خلينا نكون واقعيين الآن. بعض المعلمين ما هو على ديننا، لما يرى بعض المسلمين يغش ويعين عن الغش، والمدرس أو دكتور المادة يعين عن الغش، وين إسلامكم؟ طلبتنا وعيالنا اللي عايشين برا يدرسون في الخارج، كيف نكون قدوة حسنة قدام هؤلاء الغرب؟ يعني ما أقول مليار، لو قلنا 10 20 واحد في حي واحد كلهم مسلمين، لو تكاتفوا على الإسلام وعملوا بالإسلام بدون ما يتكلمون بأي دعوة، كما يقول العلماء كونوا دعاء صامتون. شلون نكون صامتون؟ قال بأخلاقكم، بأخلاقك، بابتسامتك، بصدقك، بسلوكك في السوق، في الطرقات، في المطاعم، في تأجير السيارات، كونوا صادقين، ينتشر الإسلام إلى العالم كله. لكن نحن أمة مليار مسلم، للأسف نجد أن بعضهم مقصرين، البعض منهم. قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. العبرة ما هي بالكثرة، العبرة بالقلة، وقليل من عبادي الشكور، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. كل من القلة الذين حبهم الله تعالى واستعملهم الله تعالى في طاعته. كل إنسان يجب عليه أن يسأل نفسه سؤال واحد، ما الذي تأثر فيه وتغير فيه بعد العبادة؟ بالذات الخمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا. قال فكذلك الصلاة الخمس، خمس صلوات وقبلها خمس مرات تتوضأ أو تغتسل، وبعدها في حج وفي عمرة، وهناك دعاء بين ذوي الإقامة، هناك سنن تصليها. كل هالعبادات هذه سؤال واحد، أثرت فيك، غيرت فيك، تغيرت، تحسنت؟ أسلوبك سيء مع زوجتك، أسلوبك سيء مع جيرانك، مع أصحابك اللي معك في الدوام كارهينك، والمشكلة أنك تصلي، تأخذ بنتك عشان طليقها ولا زوجها أخطأ عليها، ولا هي يمكن أخطأ سمعت من بنتك، وتجرجر هالمسكين محاكم وهذا وأنت تصلي. أنت الأم المحجبة اللي منقبة اللي تصلي اللي تصومي اللي حجيت البيت، وين أثرها هذه العبادات مع الخدم، مع حريم عيالك؟ للأسف لما تشتكي الزوجة تقول والله أم زوجي وتصلي ومسمية ومصلي وتلبس قفازين بعد ونقاب وما أدري إيش، وللأسف نسأل السلام العافية ما أثر فيها هذه العبادة. الناس صارت تكره بعض المدينين بسبة هؤلاء الناس، بل بعضهم كره الدين والإسلام، وبعضهم يمكن انسلخ من الدين وارتد عن الدين في دول الغرب أو من الخدم عندنا في البيوت. ماما صلي، ماما صوم، ماما زينة عند الله تعالى، لكن مع الخلق يدل على أن اتصالها مع الله تعالى ما كان متصلا اتصال حق، لأن الصلاة تنهى. إحنا فوق المليار مسلم، لو كلنا حكمنا بديننا وعملنا بديننا ودعونا الناس بدون ما نتكلم بأخلاقنا، قبل لا توزع كتيبات وتدعو الناس إلى الإسلام، أين المسلمين الذين نشار إليهم بالبنان نقول هؤلاء هم اللي ماسكين دينهم صح؟ تدرون من هم؟ أنتم.
إذا طبقتم الدين وعملتم وطبقتم ودعوتم إلى الطريق. نحن بحاجة إلى عمل وتطبيق ودعوة إلى الطريق، هذا ديننا اللي بيردع الناس بأخلاقنا. العبادة إذا ما أثرت فينا لازم تعرف أن صلاتك فيها نقص. ما يصير تعب السيارة وقود فل ما فولت السيارة، في خلل. ما يصير تصوم وتصلي وتزكي ولكن للأسف ما أثرت. مليار مسلم، لازم نحن نحكم العالم بأخلاقنا. فرض دعوتنا بلغت إلى عنان السماء ودعوتنا وصلت إلى العالم كله بسبب أخلاقنا. بالأخلاق نرتقي، لازم العبادة تأثر فينا. من الأمور لازم نعرفها أن المؤمن له سمعتان وله صيتان، صيت في الأرض وصيت في السماء. سؤال ودي أسئلة لكني منحرج، ربعك في الدوام، نسابتك، أقربائك، عيال عمك، عيال خالتك، الناس اللي ساكنين حواليك، هل أنت محبوب عند الناس؟ هل أنت تألف وتؤلف؟ هل الصلاة أثرت فيك؟ دينك غير منك شيء؟ المصيبة بعضهم، أسفع كلمة هذه، يمكن يتبجح. شلون يتبجح؟ يقول كان حجيت 20 مرة. هذه حقيقة أعدها أنا حقيقة كأنه رأي. يقول أنا حجيت 20 مرة ويقولها بفخر، لكن أنا مع احترام لك يا عمي اللي أنت حجيت 20 مرة. بعض الصحابة يمكن ما حج 5 مرات، أنت حجيت 20 مرة، أثرت بأخلاقك، في سلوكك، في تواضعك، في سمتك. حتى نرى بعضهم حج البيت واعتمر لكنه قد يكون تزوير، صح ولا لا؟ مو مقياس الناس اللي هم كانوا يغشون أو كانوا يعني ما يعملون بالدين. ديننا يجب علينا أن نحكم فيه على أنفسنا، وقبل لا أعلم غيري أنا أكون مطبقة. أنت مو أب، لازم تكون قدوة قدام عيالك، ما أكذب. لذلك يجب علينا أن نغير من أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الصلاح يبدأ من الداخل. نفسي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قبل لا ندعو غيرنا لازم نسأل نفسنا سؤال واحد، هل العبادات هذه أثرت فينا ولا لا؟ يا كثر ما نصلي ونصوم ونحج ونعتمر، ورمضان موسم، بعد رمضان الناس تتغير، هذه مصيبة. بعد الحج الناس تتغير. أنا عندي سؤال وبه أختم. العبادات هذه شيء تزرعه وتجني الثمرة في الدنيا والآخرة. عندك ثمرتين تجنيها، ثمرتها في الدنيا تنهاك الفحشاء والمنكر، ثمرتها في الدنيا يعني تهذب أخلاقك، تجعلك متواضع. إن كريم أصلك والغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. صلاتك هذه وصيامك وحجك وعمرتك، وين أخلاقك حتى مع اللاعبين المنتخب اللي تشجعه والثاني اللي ما تحبه؟ ليش السب؟ ليش القذف؟ أخلاقنا تبان بصلاتنا وصيامنا، يأثر بهذا الشيء. السؤال الآخر أيضا في هذا، أثرها لك في العبادة في الآخرة، اللي زرعته تجنيه. أنا زرعت صلاة، زرعت حج، في خدامة سلمت على إيدي يمكن، لكن ما سلمت من شره بلساني. لازم نعرف عبادتنا هذه يا أمه، يا المحجبة يا المنقبة، لازم يكون لها أثر. حجابك لها أثر، النقاب لها أثر. كوني قد الحجاب، كوني قد النقاب اللي تلابسته، كون قد اللحية اللي أنت حاطها. أنت تتسم قدام الناس بالدين، سمت ليس ظاهرا إنما داخلا وخارجا. كل دعاء بأخلاقكم، نسأل الله تعالى التوفيق لهذه الأمة وتنهض هذه الأمة بأمة المليار، يكونون على خير وفي خير إن شاء الله تعالى. أحياها نهجا وقيم، أنثرها خلقا وشيم، أملأها أملا وهمم، أعكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي.